السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الأمر اذكر الله بما شاء الله، اللهم بارك وسلم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا إخوان، هذه شتلات المانجو تم زراعتها بالبذور، لكن بدون فتح القشرة الخارجية، بدون فتح القشرة الخارجية. الكثير يتساءل إنه أنا فشلت في زراعة أو في إنبات البذور المانجو، وأنا كذا وأنا كذا. طبعا الحين راح أوضح لكم طريقة جدا سهلة. هذه أنا زرعتها في وعاء زراعي، واجد ما شاء الله شيء منهم الحين طالعات، ما شاء الله شيء منهم الحين لساتهم طالعات، شيء منهم تقدموا في الإنبات ما شاء الله. بعدين يتم عملية نقلهم إن كان في الأكياس الزراعية أو في الأصايص الزراعية. طبعا يا أخوان شوفوا، أول ما يعني نوكل المانجا وكذا ونطلع البذور هذه، نحط البذور في ماء، انزين بدون فتح القشره الخارجيه، نحطه في ماء، نغير الماء يوميا عشان ما يكون اسود وكذا وفي تعفن. بعد 5 ايام نغرسهم كذا، شايفين الطريقه كذا، ها شوفوا كيف نغرسهم مباشره بهذه الطريقه، ما بكذا بكذا، وان شاء الله مثل ما لاحظتوا ما شاء الله تبارك الله. انزين وهذا طلع تبارك الله، ها هذه مسكينه متاخره ما شاء الله، وهذه بعدها الحين طالعه، وهذا خلاص هذا يتم نقلهم عاد، هذا يتم نقلهم في الاكياس الزراعيه او في التربه المباشره او في الاصايص وين ما تحبوا. عرفت الطريقه يا اخوان؟ هذه بعض المعلومات البسيطه بدل فتح القشره الخارجيه، عرفتوا؟ وكل توفيق للجميع، وإن شاء الله الفيديوهات تكون مفيدة بإذن الله وتسر الجميع. صدقة العلم نشره وتعليمه، بارك الله فيك.